والصورة هنا واضحة، النقيب أو الصحفي القيادي في النقابة وهو أمين عام النقابة يتعرض لتلك البشاعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء، داخل سيارته تأتي الميليشيات إلى سيارته ثم تقوم باستهدافه بالرصاص الحي، يقتل ابن عمه داخل السيارة، ابن شقيقه أيضا يصاب، هو مصاب وفي العناية المركزة. ماذا عن هذه أيضا الصورة التي كانت قاهرة لكثير من حرية التعبير، ربما هي منتهكة لحرية الصحافة، هي تتجه باتجاهات التضليل أكثر فأكثر؟ المتتبع لسلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية الإجرامي هو يعني لو 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 بدأنا من 2014 أو 2015 منذ وضع الزملاء قابل والعيزري كدروع بشرية، اغتيال محمد العبسي أيضا بالسم، تصفية الشيباني والقادري ومحمد اليمني، وصولا إلى الأحكام الإعدام الذي هي على الزميل يحيى القبيحي، وصولا إلى حكم الإعدام علي وعلى الزميل توفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، وصولا إلى الاعتداء السافر ومحاولة الاغتيال السياسي اللي هي مكتملة الأركان للزميل وهو زعيم نقابي أيضا وشخصية معروفة لمحمد شبيطة، هي تفصح عن الوجه الإرهابي والقبيح لهذه الميليشيا الذي تعد الصحفي هو عدوها الأول، وبالتالي لا بد من الخلاص منه وتصفيته، لا بد من إسكات الحقيقة لأنها هي تخشى من الدور الكبير الذي يلعبه الصحفي في تعرية سرديتها، في تعرية روايتها، في تعرية خرافتها، في نقل الحقيقة، في نقل معاناة الناس. هي الآن تمارس ولا زالت في هذه الحرب الممنهجة التي تقودها ضد الصحفي من قتل وتشريد ونفي ويعني بلغت يعني بحسب الإحصائيات الذي بين أيدينا وهي إحصائيات يعني تقديرية بأن هناك أكثر من 2500 انتهاك ارتكبته جماعة ميليشيا الحوثي ضد الصحافة والصحفيين، وهذه ليست كل الانتهاكات وإنما هذه ما توصلت إليه هذه المراكز من رصد لهذه الانتهاكات، لأن هناك انتهاكات لا يستطيع الصحفيون الذي هم متواجدون في مناطق سيطرة الحوثي أن يبلغون عنها من التجسس وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وضعهم تحت الرقابة، من تشريدهم من مؤسساتهم، من عملهم وإجبارهم على الأعمال في أماكن أخرى، من الذهاب إلى الجبهات. هناك يعني أشكال متعددة من الانتهاكات الذي لم ترصدها كثير من التقارير ولم يستطع أصحابها الإبلاغ عنها، يعني هنا ما يسمى بالحلقة المفرغة أو الثقب الأسود الذي لم تستطع المنظمات أو المراكز الدراسات أن ترصد هذه الانتهاكات وهي كبيرة وبالآلاف يعانيها الزملاء والزميلات في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، ويجب أن نسلط الضوء على مثل هذه الانتهاكات والجرائم، خصوصا جرائم التجسس، الضغط، تسريح. الآن في هناك كثير من الصحفيين لم يعودوا يعملوا عمل صحفي وإنما راحوا يشتغلوا في أعمال أخرى، يعني في بقالات، في مطاعم، في يعني تم تسريحهم من أعمالهم أو إجبارهم على الذهاب إلى الجبهات. هناك انتهاكات جمة، ونحن كما قلت لك نستغرب من التواطؤ الدولي مع هذه الجريمة والمذبحة والمجزرة الذي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد حرية الصحافة، وإنما نتفاجأ في الفترة الأخيرة بأن المبعوث الأممي والنائبه يريدون أن يقوموا بعملية سياسية في ظل التوجه الدولي بالضغط نحو هذه الجماعة. نفاجأ بأن المبعوث الأممي ونائبه يقومون بتحريك الملفات الإنسانية، يعني تحت غطاء الإنسانية الذي يريد من خلاله هو سحق الإنسانية الذي تمارس جماعة الحوثي، الذي هي لا زالت إلى حد الآن تمارس سحق الإنسانية. الآن لدينا 3 صحفيين معتقلين، السداوي ووحيد الصوفي أيضا مخفي قسريا، وعبد الله النبهاني، بالإضافة إلى هناك المختطفين والمعتقلين السياسيين، الأستاذ السياسي محمد قحطان، هذا الذي لا زال لحد الآن يعني معتقل، ولم تستطع الأمم المتحدة أو مبعوثها ومكتبها هنا أن يجبروا الميليشيات الحوثية عن الإفصاح عن مصيره، وهذا حق أساسي من حقوق المختطف أو المخفي قسرا. ولهذا نحن أطلقنا مبادرة، يعني نقول للأمم المتحدة يكفي التواطؤ مع الظلم، أنا سأعود إليك، انحياز ضد العدالة. وهنا أيضا فيما يتعلق في الحريات الصحفية لم نجد هناك تحرك دولي كافي فيما يتعلق بالحريات الصحفية، ويقول للحوثيين كفى. ونحن كما قلنا الحوثيين أمنوا العقوبة فساء الأدب، يعني تعاملوا بوحشية. نحن سنصل في مناطق الحوثي سيطرتها أنه لا يستطيع أحد أن يرصد أي انتهاك، يعني النزيف مستمر للحياة الصحفية، تم تجريفها. أنا سأعود
أنا سأعود واقع صدرت ممتلكات نهبت لصحفيين وبالأخير يستباحوا مالا وحقا وجسدا.